بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل صوتي مع الكتاب، كتاب كود XI دوسير، وهو مشروع نجد أمامنا في الصفحة الأولى قصيدة أقرأها، وهذه القصيدة تعالج مشكلة ليلة الدخلة بين الأول، لأن الكود هو كلشر اللي هي ثقافة. فإذا في كل تسجيل نحط قصيدة، فهذه قصيدة تعالج مشكلة ليلة الدخلة عند كثير من المجتمعات بدون تخصيص. فأقول القصيدة، وطبعا أرجو ما حد يفهمني غلط، يعني المفهوم لازم يكون صح. سمينا القصيدة هاشتاج مسألة كسمي. سألت كسمي هاشتاج ليلة عرسي. في اسمين للقصيدة، مسألة كسمي ليلة عرسي. أذبح بسي أم ألحس بسي؟ قال صاحبي أذبحت بسك أم لحست بسك؟ قالت لي يا ولدي قل لها إذا جاءت ببسها سأذبح بسك ما لم تذبحي بسك، وألحس بسك ما لم تلحسي بسك. قلت لها أنت التي قلتي على الزواج هو بين قوسين قلة حياء، هو قلة حياء، هو بسي ولا بسها؟ همّن بساسنا قلة حياء. دائما نبدأ بقصيدة مثل هذه في كل تسجيل. الآن انتقل معكم إلى طريقة الكتاب. فعندنا دائما أسفل في بوكسين باللون الأبيض، وعلى اليمين في القصيدة، وفي النص مكتوبة الآن بالإنجليزي في هذا التسجيل، ثم بالعربي. طبعا شرحنا بالعربي وبالإنجليزي معاني، والأسماء لا تترجم. يعني مثلا عندنا أسماء جديدة، وهنا المشروع يعني اللي هي كود XI دوسير. طبعا هذه مصفوفة تدينا 40 خانة، فوصف كود السي او كلشر اون يعني ثقافة موجودة. والدي اي داونلود انفورسمنت يعني الثقافة بتفرض نفسها على الناس. طبعا احسن مثال ثقافة الانترنت الآن فرض نفسها على كل المجتمع، لأنها ثقافة جديدة وفرض نفسها، ما أحد ينعزل. نذكر بالكورونا، يعني لو ما في الإنترنت ما كان نعرف الكورونا هذه، وحكاية عدد الناس اللي تأثروا بالكورونا والتطعيمات. أنا ما أطيل لأنه كل شيء مشروع،
لكن استغل في هذا التسجيل باعطاء الاخبار. فعندنا 40 وعندنا 80، يعني من كل واحده لها استمارتين. حتكون المشروع يستهدف 80 استماره، من كل استماره في 5 اشخاص ياخذوا. هي مساله تايم شير للحجز، مثلا التسجيل هذا $80 او يتحدد المبلغ او $50. فهذه للتسجيل، لان الغرف هذه غرف نقاها قبل العملية وبعد العملية. طبعا في 5 أيام بس. طبعا فين تكون الغرف كذا، هذا شيء ثاني. متى تصير الغرف ممكن، ففي ترتيب. يعني لما ننزل الحجز وكذا تبدأ عملية تصميم الغرف وطلبها وحاجات زي كده. فين حتكون؟ ممكن على المساجد والمولات، بحيث انه دخل الغرفة في منه 20% للمسجد او للمول. طبعا الغرف هذه في تقنية اسمها تقنية ليفا موجودة، يعني تقنية ليفا موجودة في اليوتيوب، وممكن في الكتاب نحط روابط، يعني ناخذ من اليوتيوب نحطه في التليجرام ويبقى قناة موجودة للكتاب. طبعا على اليوتيوب انت لو حطيت اي وقت، يعني حفظت هذه هاشتاج كود اكس اي دوسير بالانجليزي، دائما يطلع الفيديو. طبعا احنا مجربين، لانه مثلا ما حد عنده هذا الهاشتاج طبعا بالكامل. يعني لو حطيت هاشتاج كود يطلع لك اشياء ثانيه، يمكن هذا ما تحط كم حرف. عندنا 4 وعندنا 5 9 و2 11، يعني 11 حرف. طبعا الاكساي هي مقابل، يعني عندنا مثلا لو الخمسه الحروف حق الدوسير في 4 الحروف هذه كونت مصفوفه 20، سيضاف لها ليفا فتصير 40. بعدين كل، يعني ممكن 3 حروف تصير في الخانة. بعدين طبعا تتقسم الاستمارات وتتعامل، ففي فرص كبيرة. يعني أبرز الفرص إنه الإنسان إذا قبل في الاستمارة يقدر تكون الساعة حقته من $10 لـ20 مثلا، في قسم التمريض، في المعمل، في الصيدلي كذا، أو في الجامعة ممكن يشتغل هذا اللي يروح للمريض في الغرفة. في الغرفة كانت فوق مول كذا عند المستثمرين. طبعا ما نقبل مستثمر كذا، يعني في فوق فلته وفوق كذا ما نقبل. هذه يعني غرفة خاصة اشتراها أو اتصل بالمصمم وتوردت له، بس ما تدعم من السيستم، لأنه الدخل كله الدكتور هو اللي يحدد الاستشاري. طبعا في 8 استشاريين، كل فترة عندنا الفترة للاستشاري 20 يوم، يقدر يتابع 4 مرضى كل واحد. ففي شغل الاستشاريين كمان الخدمة يقدموها مع بعض، يعني مثلا واحد عنده مشكلة فيستشير التانيين، يعني خدمة كاملة. هنا الدكتور اللي هو ماشي مع الغرفة ممكن يكون يقول أنا أبغى في الخمس أيام $200 أو $400، ممكن هو لازم يدفع رقم ثابت $40، فلو $200 يعني تخصم عليه. وبعدين عندك اللي قدم الخدمة وهذا ياخذ ممكن $400، فهذه مفلوت
السعر مفلوت، يعني دائما نحن السعر اللي يجي للمشروع اللي هو الـ40 دولار. أنا ما أحب أطيل في هذا الكلام لأنه في يمكن نسوي 20 تسجيل.